الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل انتوا عن أولا أكسن ساحبيا الكسودة واذا وراركي ودن بي سومالي عالمك وضبضا أدكم غلدونتان برنامج كي نعاو حاكم النقون دونا وذا هذا الذي أغهري يوفول كفول ودحمر يام مذحوين حسن شيخ محمود يوم مذحوين السعيد عبد الله الدني سفير كيتوبي ورالي قلين كبحي هذا لقف أها ووقي استمال مكهر سوماليا يوهل حلباند إلهان عمر أو شاكتي إنتي كونغريس كماريكان كتر سنتها إني دفاعي دونت سوماليا قضباداس إيا قضبكا لأيا ساحبي الكمغل دونتان برنامج كينا إنتو سعودو لو ذاك ساحب بدا سبسكرايب نده جنال كينا ساو لسعو تورا لكي ودن بي سوماليا عالمكا. وتاي صاحب يا القضب كين كوباد يا سو قبنيو يا وحا ونقن يا سفير كيتوبيا اورال جلين كبخي قف وكلا كاي سوماليا سفير كيتوبيا اي سوماليا مختار محمد واري ايا رالي جلين كبوخده كبخي هذا القف كو اها مدح فنانيده سوماليا او دوان ورئيس اهان اسيي ورباهين دلكيسا دنجيري محمد مختار واري او قرال كوبان سو ساري ايا شيغي ان سي خلدا لو دغي وريسيغيسي ايدو وجيدكو يهي مارين هبابين بل سو وحو شيغي انو رالي غلين بوخدو سينايو دولدا اي شعبكا سومالييد رالي ايغا اهادا ولالهيغا جمهوريدا فدرالكا سوماليا وريسيغي ان دوان سيي ورباهينتو غودها دلكيغا او اها ميد ان كو قناعسنين وحان سيكال إيه لابا أورا لقلين إياه دولادة شعب سوماليات أيو يري سفيرك دولادة إتوبيا أفاليا مقدشو سيدو كالوحو تلمامي وجيد كيسي وسن أحين إنو داواعو حريرك كده حيا دلالك سوماليا إتوبيا أو هادا أيو دحي سحي سدحو غنو كده لتاي شيسكي بدأ أي سومالي لان لسحي حتى إتوبيا إرياد إيدا وال مرين حبابيي وليغين أمان جيدين إنا نوحيا ليو حريرك سوماليا إتوبيا سوماليا إتوبيا وحا كده حيا حرير خطا دير وحانا يغو أن إن آن سفير أهان أش أغشقي يوحو جينتا حرير كده حيا دولدها ولا لها أه سيلو حوجيو إسكاشيغ أيو يري دنجير مختار رار قلين تا سفير كإتوبيا يا إماني ساكدي مركي دولد فدرال كسوماليا أي عداد إسكو سارتي إنو رار قلين كبحيو قفكي وقلوك عاي سوماليا دولد فدرالك اي سوماليا ايا سيوين اوغا عارو تاي ورئيسيغا او بيحي سفيرك ايتوبيا او او كتاغي ري هشيسكي عادس ابابا او حد قدب كو احا مدح بناني دا سوماليا او نسيدو كلا سور حنك بيحي عاسمة دا او شقادة دبلماسي ديد او جوغي اي مقدشو سفيرك ايتوبيا اي سوماليا امباسدور مختار محمد واري ايا هوري او تاغي ري حد قدب كي حكومة دا ابي اي كلاك عادي سوماليا هشيسك عان لقالي سوماليا waa mid taariikhi ah oo xoojinaya damaanada dhaqaale iyo amni ee Itoobiya ayuu yiri safiirka Itoobiya wareysiga uu siiyay warbaahinta dalkiisa sidoo kale wuxuu wareysigiisa ku sheegay in Muqdisho ay tahay meeshii ugu liidatay amni ahaan ee uu ka soo shaqeeyo isla markaana aadan ku dareemayn nafis amni sida uu hadalku dhigay anigu meesha aan ku dhashay meesha aan ku koray iyo meelaha aan ka soo shaqeeyayba Soomaaliya waa goobta ugu dhibaatada badan ma ahan meel sidii aad doonto aad ugu dhaqdhaqaaqi karto oo aad u socon karto ilaalo la'aan oo waxaad ku soconaysa gaari aanay xabada karin daqiiqad walba waxaad halis u tahay in lagu qarxiyo waa meel xaaladeeda amnigu ay aad u liidato halka aan ku shaqeeyo ayuu yiri danjire Muqtar Maxamed Waare هاتنا عن سوق بتو قطب كنا حيجا حلبان إلهان عمر أيا تري أنت عن أنيجا كونغرس كجوجو بده سوماليا دت كلمة قادن كران حلبان إلهان عمر أو كم إذا قلها كونغرس كدل كمريكن كا أيا سي أذك أو هذا شيء دم عدول د إتوبيا يكدو نيسو إن يكوه شو قيبة كم إذا بيها سوماليا إلهان عمر أو كهد ليسي مناسبة كد عذي مقالة دا من يابوليس أيا شاكتي إنان لإسكا قادن كرين بيها سوماليا أو أيسن مرنبا سورو قل نقون كرين إنتان آنيغا كونغريس كجوغو بدا سوماليا داد كالي مقادن أيان ودن كماريكان كاكومة تاغير يو داد كالي إن
waxay sidoo kale sheegtay xiliban Dilhan Umar Soomaaliya in ay wakiil u tahay isla markaana ay la socoto wax walba oo dhacaya xiliban Dilhan Umar ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku bogaadisay go'aanka adag ee uu qaatay iyo sida shacabka Soomaaliyeed uga baraarujiyeen in si wada jir ah uu ku caan difaaca qaranimada iyo madaxbanaanida Soomaaliya. qodobkeena xiga saaxiibayaal madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo markii ugu horeysay yeeshay wadahadal foolka foola faahfaahino dheeraad iyo macluumaad ayaa waxaa laga helayaa wadahadal foolka foola ay muddo kadib yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani kulanka oo dhacay intii ay socotay xafladda caleema saarka Dani ayaa waxaa diiradda lagu saaray madmadowga u dhexeeya labada dhinac. Wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Soomaaliya Mudane Jaamac Xasan oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii tagay garoowe ayaa xog ka bixiyay kulankaasi. Wuxuu sheegay inuu gaar u ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Saciid Cabdullaahi Dani. Jaamac ayaa shaaca ka qaaday in labada nin ay si hoose u wada hadleen khilaafka dhexdooda ah uuna jiro isu soo dhawaasho, waa siduu hadalku dhigay. Sidoo kale wuxuu intaas ku sii daray in lagu ballamay kulamo kale oo ay yeelanayaan labada dhinac si loo soo afjiro khilaafaadka dhexdooda ah. halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa saaxiibyaal wararkii ugu doorka Corona Soomaaliya caalamka. tani intaan ku kulmi doono barnaamijkan barnaamijka xiga waxaan